بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، سعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة، أصحاب السعادة أعضاء فرع دولة قطر لدى المنظمة، أصحاب السعادة البرلمانيين في كافة أنحاء العالم، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعدني مشاركتكم جميعا في افتتاح مقر الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد هنا في الدوحة في دولة قطر. وأود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في مجال مكافحة الفساد، ومن ضمنها مبادرته حفظه الله بإنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في 9 ديسمبر من كل عام. كما أن دولة قطر بقيادة سموه حفظه الله ظلت تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد، وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية، واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. الحضور الكرام، لقد كانت أمنياتنا أن ينظم هذا الحفل بحضور ومشاركة أكبر عدد من البرلمانيين الأعضاء في المنظمة وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، غير أن الظروف الصحية التي يمر بها العالم حالياً حالت دون ذلك. وتسعدنا مشاركة الكثير من خلال التواصل المرئي، ولقد كان من المفترض أن يشاركنا في هذا الحفل حضورياً أخينا الدكتور فضلي زون نائب رئيس المنظمة ورئيس فرع المنظمة في جنوب شرق آسيا ورئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي في مجلس النواب الأندونيسي، إلا أن ظروف صحية طارئة لم تسمح له بذلك، وأسأل الله سبحانه أن يمن عليه بالشفاء العاجل ليسترجع نشاطه المعهود، إنه سميع مجيب الدعاء. الحضور الكرام، إن تنظيم حفل افتتاح هذا المكتب يأتي في هذا الوقت الهام الذي ينبغي فيه على البرلمانيين مضاعفة الجهود لتقديم مبادرات خلاقة لمنع الفساد والإشراف على الميزانيات الضخمة التي خصصت لمكافحة كوفيد-19 ولتحفيز الاقتصاد والسهر على مراقبة عمليات الصرف، حتى تساهم فعلاً في خدمة المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم. فالبرلمانيين في كافة أنحاء العالم عليهم مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم المهم في منع ومكافحة الفساد، فهم جزء أساسي من الحل. الحضور الكرام، لقد قمنا منذ انتخابنا رئيساً للمنظمة بإعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة 2 عام، وصادقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة، ونعول على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك، وستتم
مواصلة العمل مع جميع أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات في العالم لتوسيع العضوية في المنظمة وإقامة فروع وطنية وأقليمية جديدة ومساعدتها للقيام بمهامها. إن منظمتنا المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين والذين كرسوا أعمالهم لمنع ومكافحة الفساد تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. وقد ألقيت يوم أمس خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتي رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أوضحت فيها أعمال وأهداف هذه المنظمة وجهودها الدولية لمكافحة الفساد. الحضور الكرام، بعد قليل سننتقل جميعاً لمبنى مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتدشين افتتاحه وإعطاء انطلاقه للعمل منه وتلبية رغبات جميع برلمانيي العالم والمنظمات الدولية التي ترغب في الانضمام لنا وتكثيف جهودنا في مكافحة الفساد. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.